عايزين نطلع رحلة مع المدرسة للهرم. المدرسة هتلم من كل طالب 400 جنيه عشان تطلعوا الهرم ولا عشان تبنوا هرم؟ نبني هرم ايه يا بابي؟ عايزين نروح نزور الهرم. الهرم بتاع الجيزة؟ امال هرم الطلبية؟ قلت لك بطل لماضة. هتدفع ولا مش هتدفع؟ طب ايه رأيكم بال 800 جنيه دولت افسحكم في الهرم وجنينة الحيوانات والزحليق والمراجع وكل حاجة تتمنوها؟ لا 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 لا، احنا بنطلع رحلة مع المدرسة، وكمان في الاسبوع الجاي رحلة لجنينة الحيوانات وب 400 جنيه. جنينة الحيوانات برضو ب 400 جنيه؟ ده انا اجيب لكم حيوانات هنا في الشقة ارخص حبيبتي. لا يا بابي ما تتعبش نفسك، لما يجي العريس هنبقى نطلب منه. وبعدين دي بقت مزة والعرسان هيبقوا كده. لا راجل، يلا راجل اتفضل. كنت 800 جنيه انت واختك اهو. بس بقول لكم ايه، ما فيش غير بابي واحد بس. ها سامعين؟ بابي واحد بس. خد ماشي حالك بدوي. يلا يا بنتي احنا كوره مع بعض. اخلع بقى قبل ما الواد يرجع في كلامه. يا خراب بيتك يا هبة، يا صغننة على الطلاق وحلوة يا هبة. ليه كده؟ ليه يعمل معايا كده؟ ليه يا رب تعمل فيا كده؟ ليه هو يعمل كده وليه هي تعمل كده؟ وازاي انجي تعيش لوحدها؟ انا مش هسكت، انا مش هسكت، والمصحف ما هسكت. خلاص خلاص، في ايه؟ بصي عايزة اقولك حاجة، ما تخافيش من انجي ابدا، برغم من المشاكل والطلاق وكل حاجة، هي مش شايفة غير راجل واحد بس، علي. انا مش خايفه من انجي، انت عارفه انا لو خايفه من انجي اقولك انا خايفه من انجي، لكن انا مش خايفه منها، انا خايفه من المحروق على عينه شعبان. شعبان خلاص يا حبيبتي خلاص، سمحت ولا تقولي شعبان؟ لازم تقولي كده. بصي يا حبيبتي، احنا بقى نحاول نرجع الميه المجاريها بين انجي وعلي ونلمهم على الاولاد، وانت بقى تحافظي المحروق شعبان بتاعك. صح. صباح الخير. صباح في ايه؟ مالك يا انجي؟ ايه اللي حصل؟ ايه في ايه؟ مالي؟ ما انا زي الفل اهو، ايه المشكله؟ انا بس قررت ان انا اعيش حياتي بحريتي من غير كيد وغل في علي. انا قررت ان انا اشتغل واشتهر عشان اكسب فلوس واربي ولادي احسن تربيه. صح. بلا رجاله بلا هم. بلا رجاله ولا بلا جواز؟ بلاهم الاثنين يا اختي. هما اللي كانوا اتجوزوا عملوا ايه؟ ما جالهمش غير السكر والضغط والقولون والفشه والطحال والمراره، وفي منهم بيجي لهم بواسير. ايه القرف ده يا انجي؟ اهدي بقى شويه علشان انا عايزاكي في موضوع خطير جدا. خير؟ انا بس عايزاكي في الاول تتمالكي اعصابك وتبقي هاديه. تتمالك اعصابي في ايه يا كاميلا؟ لا مش على طول كده، الموضوع مش سهل يا انجي، لازم تبقي يعني زاده خبره وعقل كده. مش سهل في ايه يا كاميلا؟ وجعتيلي بطني. اهدي بس ان شاء الله خير باذن الله، ربنا يستر بس يا رب. في ايه يا كاميلا؟ اصل بصراحه يعني علي كلم حسين امبارح وكان بيسأله ازاي يقدر ياخد عياله بالقانون. ياخد ايه؟ ياخد عياله؟ هم عياله لوحده؟ ده انا كنت خدت روحه. اسمي حرام عليكي ليه كده؟ انا اسفه خلاص ما حصلش حاجه. اسمعيني. ايه؟ هبقى اجيب لك واحد تاني. ركزي معايا. ايه؟ انت ليه فضلتي ساكته وسايباني؟ لوك 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 من ساعه ما دخلت، مش كنتش تقولي لي من الاول؟ ما انت داخله متعصبه. اقول لك ايه؟ يعني ما اقول لك كده خبط، لازم مش لازم اخدك واحده واحده، لازم اخدك بتروي. تروي يا ونيله دايما اديني زعلت. هعمل ايه انا دلوقتي؟ بصي بقى، احنا ما قدمناش غير حل واحد، استاذ جميل خريج حقوق واكيد بيفهم في القانون وزاد خبره. جميل مين؟ جميل. جميل بتاعنا رئيس التحرير. ايوه. بيفهم في الحقوق؟ اكيد. اذا ما كانش بيفهم في الصحافه هيفهم في الحقوق؟ ايه الخيبة القوية اللي انا فيها دي؟ كاميليا القليوب اتكسرت. يا رب يهدك يا كاميليا. حبيبتي يا كاميليا ندابة طول عمرك. شوف يا انجي. ايوه. انا هساعدك وهديلك ورقة بمفردات مرتب عدد، وهبين فيها انه بيحصل على 40,000 جنيه في الشهر. 20! يرحمكم الله يا استاذ جميل. الحمد لله. بص يا انجي، ساعتها بقى تقدري تطلبي منه نفقة محترمة، ده لو قدر يدفع اصلا. ايوه يا جماعة، بس احنا لازم في الاول نلاقي محامي شاطر. لا محامي ايه واستاذ جميل، هم هو مش حضرتك برضو خريج محاماة وبتقدير مقبول مرتفع ولا؟ ايوه يا كاميلا، انا خريج هو بس ما بحبهاش، عمري ما حبيتها يا انجي. ده حتى في طلاق ميسون اختي جبت لها واحد محامي صديق ليه. عشت
يرحمكم الله يا استاذ جميل. الحمد لله، ارحمنا وارحمكم. طيب يا ريت حضرتك يعني نستعين بصديق، قصدي يعني تجيب لنا المحامي صاحبك ده. لا 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 يا انجي، لا لا لا، مرمطها مرمطها، جاب لها الطلاق بعد 10 سنين. يا ساتر يا رب. طبعا مش صاحبك. نعم. لا قصدي طالما صاحب حضرتك يبقى اكيد ما بيحبش المحاماه زيك يعني. اه مظبوط. بص يا انجي، انا اعرف محامي لو اديتي له 5 بواكي، 5 بواكي هيتشقلب في المحكمه. بجد بجد يا سامح؟ طب لو اديته 10 بواكي يعمل ايه؟ ممكن يخفي لي علي؟ جرايه يا انجي، بقول لك محامي مش ساحر. لطافه ها؟ لطافه، استظرف كمان، يلا ما انا ناقصاك في الظروف اللي انا فيها. هاتي يرحمكم الله يا استاذ جميل. جرايه يا استاذ جميل، احنا مش عايشين لك. خلاص يا جماعه بقى، مفيش وقت، يلا بينا يا سامح. نروح فين؟ للمحامي. بقول لك ايه، انا بصراحه مش هقدر اجي معاكم المكتب المحامي. سلام. ليه بقى ان شاء الله؟ اصل بصراحه المنطقه هناك وحشه، وبعدين انا متخانق مع ناس هناك دقشموني وطحنوني قبل كده. طحنوني؟ ماشي قلب امك. طب ماشي يا سامح، هات العنوان وانا وانجي هنروح، واتذكر فيهم بقى يبقى يقرب لنا. اصيله اصيله وجدعه طول عمرك يا كوكي، مش زي ناس. ها؟ لا ده اصل انا معتمده على حسين، انا مش اصيله ولا حاجه. لا برضو اصيله وجدعه. ارحمكم الله يا جماعه، انتوا جايين تعينوني هنا ولا ايه؟ اتفضلوا على مكتبكم، اتفضلوا. هو ايه ده؟ انت اللي عيتنا. عيب بالميكروبات بتاعتكم. احنا برضو شايفك عمال تلف وتحوم، سمعت كل الكلام، بتحط الطلبات دي كلها في ساعتين، خلاص؟ سمعت كله؟ خصم 20 يوم، بره بره. ايوه يا بوزه، يا اهلا بالسياح. الحاره نتفت ودخلها سياح ياما. اخرس ياض، خليك في شغلك. انا خايفه يا كوكي، خايفه. بيقول سياح. اه عادي، ما احنا سايحين معاه. خير يا حته؟ اكيد جايين الاستاذ بحبحه. طلاق بقى ولا خلع؟ يا مامي ردي عليه انت، ردي ردي ردي. حاضر. لا يا عتره، لا يا حبيبي، احنا جايين في نفق. فين بقى دي لنا حبيبي على مكتبه؟ شطرة شطرة، وانت بيئة فظيعة. لا عادي، ما انا اصلي كده اصلا. هي لمؤاخذة صاحبتك قالت اسمك ايه؟ ها؟ آه، لمؤاخذة اسمي كرداسة. محسوبتك كرداسة. اسمك كرداسة؟ ما قلتليش من امتى اسمك كرداسة؟ يا انجي تمويه تمويه، احنا جايين في عملية تمويهية. تموين ايه؟ تمويه. شوفي بقى، ده انا صرف على شغلانة جامد قوي. بصي صباح يا شقيق. مخدرات؟ يخرب بيت شكلك، انت حاجه طيبه تحتاج مخدرات. هل يطلب بسببك؟ بقول لك عمليه تمويهيه. تمويه؟ عمليه تمويهيه يعني ايه؟ مش فاهم حاجه. اسكتي يا انجي، ما تقولي لنا مكتبه فين يا شقيق. المكتب اهو. ده اهو يا هبله. اه صدقي، امال انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ انا صرفت كل المصاريف دي ليه؟ طب لما مؤاخذه بقى اخد السيجاره. ايه خلاص هرجعها ناقصه. ما ولا قولي ايه؟ هتسنى طلع ذوق، معلش عشان لازم ارجعها بقى. يموتنا يموتنا. بقى انا بقبض 40,000 جنيه يا جميل. سوري علي سوري. ما تخافش، هطلعهولك في ايدي حالا. بقى تدي انجي ورقه مكتوب فيها مفردات مرتب 40,000 جنيه، عايز تخرب بيت يا جميل؟ هجيبهم منين؟ هشتغل رقاصه جميل، هشتغل رقاصه. رقبتي علي رقبتي. ما تخافش، هكسرها لك حالا واحطها لك قدامك على المكتب. علي ايه ده؟ من فضلك، كل حاجه وليها حل. الحل اني اموتك. انا هحل لك مشكلتك يا علي، بس اصبر. هتحلها ازاي بعد ما خربتها فوق دماغي؟ اي يا علي يا علي، بص انا هروح معاك المحكمه واشهد معاك ان الورق اللي فيها مفردات المرتب دي اللي مكتوبه ب40,000 جنيه فيها صفرات زياده، يعني انت كل مرتبك 400 جنيه. ايوه 400 جنيه بس، وساعتها ممكن اصعب على القاضي ويخلي انجي هي اللي تدفع لي النفقه. شفت بقى يا علي، شفت بقى انا بحل لك مشكلتك ازاي؟ اصيل يا جميل. ايوه حبيبي، بس زي ما انا بحل لك مشكلتك انت كمان تحل لي مشكلتي،
وتخطب ميسون اختي كده. انا ممكن اتحمل النفقه والمؤخر والمقدم وكافه طلبات العماره كلها. ماشي يا اخويا ماشي، روح بقى يا اخويا اتحمل النفقه. وعلى فكره النفقه يا الدفع يا الحبس. هي انسه ميسون بتحب شوكولاته نوعها ايه؟ شوكولاته ايه يا قديم انت؟ هتلاقيتين شوكي يا جماعه. لا عيب يا ولد عيب. ايه ده بتعملوا ايه؟ النضاره لا عيب. ايه يا انجي؟ ان انتوا ما تحطوش ايديكم في ايد في شنطه حد غريب. عيب يا ولد. في يا استاذ ايه؟ الله يخليك. ممكن تقول للولاد يطلعوا بره؟ مين دول يا استاذه؟ دول ولاد اختي وبيحبوا احضروا بس اجتماعاتي وكده. شربات دول ولاد اختي. طب ممكن لو سمحت تكلم المدام اختي تقول لها تنادلهم علشان ده ميعاد غدا. ليه خليهم دول شربات قوي يا عسل عسل. يا استاذه عندنا في الحاره بياكلوا شقه واحده وبينشلقوا على طول. كده انتي لو تشلقوا تاختك يا بعيد. طب ممكن تقولهم ينشلقوا يا حبيبي؟ ده شربات شربات. جرس الفسحه الدارة. ايه 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 كانوا هيخطفوني. طعميه بحبحه بيه بتاع القضايا يا مترافع. عرفكم انس جوز اختي ابو العيال دي كلهم. ده ابو العيال دي كلهم؟ يا عيني اتاريه خلص. نهار اسود. امال لو بلغ هيعمل ايه؟ نعرف. تاكلوا طعميه سخنه؟ الله بحب الطعميه قوي. طب قولوا لي انتوا كنتوا جايين في ايه؟ جايين في العربيه حضرتك. حلوه قالشة منك بس حلو. لا انا قصدي بقيه الحوار اللي قالوا لي الاستاذ سامح. حوار؟ وحضرتك صحفي زميل ولا ايه؟ قالشة برضه منك حلو. في الحقيقه انا جايه لحضرتك بخصوص قضيه ولادي. انا عايزاهم يعيشوا معايا مش مع ابوه. اه طب انت بقى بصي خدي اكتبي لي رقمك هنا عشان نحفظ العيال شويه كلام يقولوه في المحكمه لو عايزاهم يعيشوا معاك. طيب هو حضرتك في اي حل تاني غير موضوع ان هم يجوا المحكمه دي؟ ايه دليني الله يخليك. يعيشوا بقى مع ابوهم ولا قضايا ولا محامين ولا محكمه. طب والله فكره، ده باين عليه شاطر والله. ده حلها انت كمان. ايه لا حضرتك انا عايزه ولادي يعيشوا معايا. استاذ بحبحه بقول لحضرتك ايه، ما تبحبحها على نفسك شويه كده وتجيب لك مساعد يوضب لك المكتب عشان تعرف تشوف شغلك. مكتب؟ والله العظيم يا استاذ الحمد لله انك شايفاه مكتب. وبعدين اليافطه اللي وراك دي المفروض تبقى على باب المكتب مش هنا. اليافطه؟ لا ده انا بس حاططها عشان افتكر ان انا محامي. والله يا لهوي العربيه، احنا ناسيين العربيه بره. اه لو سمحت النمره اهي. اه يلا احسن نطلع نلاقيها بقت حصاله. انتوا تطلعوا لو لقيتوا حاجه في العربيه او حد خد حاجه ارجعوا لي على طول. يلا يا انجي العربيه. حاضر حاضر. هي سخنه شكلها سخن بصراحه. عن اذنك عن اذنك. زباين الهم دول ولا ايه؟ طبعا رحت لمحامي واتكلمت معاه في موضوع الحضانه، بس اول ما اتكلمت معاه في حوار ال 40,000 جنيه مفردات مرتب ده الراجل افتكرني باخدهم بجد وبضحك عليه عشان ما تفعلوش فلوس كتير. انت متاكد ان انجي هتعمل كده؟ امال مجنون وبيتهيأ لي يا سمير. انا حاسس ان في حد مالي دماغها عشان كده بتبعدني عن طريقها، بس نقبها هيجي على شونه. وانت عرفت منين ان هي بتفكر فيا؟ ايه قصدي يعني ان هي بتفكر في حد تاني؟ مالك خضتني. هو احنا تلامذه يا شعبان؟ بس وحياة اللي خلفوها ما هخليها تتهنى عليه، هفرمه بجذبتي زي الصرصار. يا عم مالك بس مالك متعصب ليه؟ ده هتلاقيه عيل تافه سيكي ميكي ولا يسوى. المهم المحامي عملت معاه ايه؟ اتفقت معاه على كل حاجة، بس عايز 30,000 جنيه، أنا ما معيش منهم غير 10. ما معكش 20,000 سلف يا سمير؟ على عيني والله، أنت عارف بس أنا كمان ما أقدرش أحرم العيال من أمهم، وبعدين الفلوس يا ريت. رجاء متكوشة جزء في البنك وجزء في الخزنة بتاعتها. يعني المحامي لو خد الفلوس هيجيب العيال من أمهم وإنجي تبقى عايشة لوحدها. أيوة يا شعبان.
ما رديتيش ليه؟ ده علي يا ستي. يا ستي ردي، يمكن في حاجه مهمه، ردي بسرعه. اه صح عندك حق، ردي. ايوه يا علي. اسمعي يا ست انجي، انا ما حدش هيحرمني من عيالي ولا يمكن هسمح يجي لهم جزء ام غيري. واذا كنت فاكره ان الورقه اللي عاملها لك جميل دي هتنفعك فانسيها. وبما انك بقى ناويه تلجئي للمحاكم فاشربي بقى، انا هوديكي في داهيه. لا، في داهيتين ومن غير باي باي. داهيتين ومن غير باي باي علي؟ ايه قال لك؟ ايه قال لك ايه يا انجي؟ ولا حاجه، بيجر ناعم طبعا، بس مش هو اللي لجأ للمحاكم، خليه يشرب بقى. ماشي يا علي، ده انا هوديك في 60 داهيه. لا، داهيتين. هو اللي قال لك هيوديكي في داهيتين؟ حبيبتي لا ما تقلقيش، لا ده احنا هنوديه في 3-4. اركبي اركبي، هو سهل قوي وديك في داهيتين. ليه يا ثابت؟ وقال مفيش باي باي. مفيش، لا دي مش سايبه. يلا. لا انا عايزه الباي باي، ماليش دعوه. ياما المحامي منبه علينا عشان نكسب القضيه، لازم تخسي، لازم تباني قدام القاضي رشيقه وزي الغزال. مش قادره، ركبي اتنقح عليا. وجع ساعه ولا كل ساعه؟ عايزينك تروحي المحكمه حلوه وصغيره ومثقفه. بقول لك ايه، مش عايزين ابويا يلاقي مبرر انه يبص لحد غيري. يلا اقعد هنا، هنبتدي. يلا، واحد، جوزك بيحب. اثنين، هيتجوز عليك. ثلاثة، هيبدل ثروته. أربعة، هقول لله. خمسة، هديك يا جدع عمار. مش قادرة. قوليها بالفرنساوي. محكمة! يا ابني، هي مال المحكمة ريحتها حلوة ليه النهاردة كده؟ ما احنا كنسين ومسحين يا باشا. بس! يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الجلسة. نادي على القضية الأولى. السيدة إنجي أحمد. السيدة إنجي أحمد. بونجور مسيو. أنتِ فرنساوية يا هانم؟ نو، با دو تو. مصرية؟ Yes, that's true. طب يا ريت والنبي تكلمينا بالعربي. كل واحد وعلامه بقى حضرتك. السيد علي الطيب. السيد علي الطيب. يا رب ما يجي. المحامي بتاعك فين؟ حضرتك وطي صوتك، اصل هو مطبق من امبارح علشان يترافع قدام حضرتك. استاذ بحبح. بحبح. قوم. بح، دكتور بحبح، دكتور في المحاماة. حاضر مع الأستاذة إنجي أحمد. تفضل يا أستاذ. هخليها منك ولا من الكرسي الضيق؟ هخليكي من الكرسي الضيق بتاعك، خليني أنا عارف أنا هترافع ولا كده. شيخ نايل، اديني فرصتي. إنه من المؤكد سيدي القاضي أن المتهم وصل لدرجة السفالة والانحطاط. مزز طالعة، مزز نازلة، وما فيش مراعاة خالص. سيدي القاضي، لا أزيد، السيدة الرقيقة كالنسيم، الجميلة كالوردة المفتحة، تغني الفرنسية مثل دليدا، فيها الإغراء مثل شاكيرا. دي عليها نطة حنطور سيد الرئيس؟ كما ترى، ولا أمينة في الحنطور نفسه. انت عايزه تتنازي عن حضانه الاولاد؟ اوف كورس نوت، با دو تو. ارجوكي من فضلك لو سمحتي تتكلمي عربي. معلش، ممكن اخرج ابحبحه؟ هو ايه اللي تبحبحيه؟ خلاص اتبحبح. دي مامي عشان ترضي بابا يا سياده القاضي معزمه نفسها، ولا بتاكل لحمه ولا بتاكل خضار. شايف يا سياده القاضي بتاكل في نفسها. يا حبيبتي يا مامي، البومك الكل نصحها، قال لها اتجوزي راجل يساعدك، ورقعت بصوت يا لهوي، وقالت انا ولادي عمرهم ما يعيشوا مع جوزهم ابدا. وانا اللي اتجوز امي عادي، يعني اقول له يا بابي. برافو يا البومك. طب اتفضلوا اقعدوا. نادي على المدعي عليه. ما احنا نادينا عليه قبل كده، هي شغلنا. نادي عليه تاني. حاضر، اتفضل يا عم علي الطيب. حاسب حاسب، رايح فين يا جماعه؟ حد يسنده يا جماعه.
لا تقبع النظر يا ابني. أنا فعلاً كنت بكسب أكتر من 40,000 جنيه في الشهر، بس الفلوس دي راحت فين؟ ضيعتها على الفساتين والفسح والبواريك والمانيكير. دي كانت بتصرف أكتر من 10,000 جنيه في الشهر على المانيكير. دي لو كانت بتمحر تحت المانيكير مش هتصرف المبلغ ده. كدابة. ضيعتني وضيعت فلوسي، وعايزة تضيع أغلى شيء في حياتي مني. ولادي ولادي، بس هم فين ولادي؟ فين ولادي؟ انت فين يا مي؟ انت فين يا سوري؟ سلامة، احنا هنا يا سلامة. واقف لماء، بحب الفيلم ده قوي. يا سيادة القاضي، كل الكلام اللي بوبي قاله صح. ايوه يا سيادة القاضي، وانا عايزة اعيش مع بوبي. تحب احبسك انت كمان؟ لو النبي علي. خلاص طيب احسن. سيدي القاضي، ان هذا الرجل، هذا هرقل، هذا العتي 16 حصان وهي نص حصان، في فرق في السرعات سيدي الرئيس. ايه يا ابني محامي خلع اللي انت عملته ده؟ احنا هنا في قضيه ضم حضانه اطفال. اقعد اقعد اقعد. سيدي القاضي، لن يختلط الزيت بالماء. اقعد. حكمت المحكمة للسيد علي الطيب بحضانة أولاده سولي ومي وإلزام المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماة. رفعت الجلسة. لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما حدش هياخد عيالي مني أبدا. لو علي خدهم حقله بسناني. في ايه يا مامي؟ ها؟ في ايه؟ لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. طمن عليكم، انا هروح اعمل لكم فطار. ها؟ ماشي حبايبي. الست دي اوفر قوي. الأستاذة إنجي أحمد؟ آه هي. عاوزين 3,000 جنيه. لازم تتسحب من لسانك وتقول آه هي؟ بتوع إيه حضرتك ال 3,000 جنيه؟ حضرتك الأولاد طلبوا ألعاب بلاي ستيشن ونضارات 3 دي، والفاتورة باسم حضرتك. لا مش دفعة، لأن أنا ما قلتلهمش أصلاً يشتروا حاجة وما استأذنونيش. ادفعي بدل ما يعمل لك محضر في الاسم، اخلصي. ولو اتحبستي هنروح لبابي نطلب منه الفلوس وهو اللي هيدفع لنا. كده؟ كده يا سوري؟ ماشي يا ولاد علي بتهددوني؟ ها انزل اعمل المحضر. تعمل محضر لمين يا لا اسلم في المهم، مؤاخذه مؤاخذه. لا لا، حاضر 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 حاضر. عن اذنك. فلوس يا هاني. روح اعمل محضر بقى. كده كده يا ولاد علي، وانا اللي كنت خايفه ان ابوكوا ياخدكم مني. توقفون عليا بخساره، واقفين عليا بخساره بخساره. اه يا ولاد علي، 3,000 جنيه خرب بيت شكلكم. استنوا حاجه العب معاكم.
سمير، أنا في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها لك. إيه خير؟ في حد في حياتك غيري ومتبهدل؟ حد إيه غيرك بس اللي في حياتي؟ لو في حد تاني في حياتي ما كنتش استحملت أبدا الوضع المهبب اللي أنا فيه ده. أنا بهزر معاك، أنت ما تبقيش الهزار أبدا. بص بقى، هبة مرات شعبان قالت لي إن مي وصالي بيسحبوا حاجات من شعبان ومش بيدفعوا الفلوس. طب ليه بيعملوا كده؟ أنا أي حاجة عايزينها مني بديها لهم، حتى فلوس بديها لهم. إيه ده؟ إزاي تعمل كده من غير ما تقول لي؟ أنا وعدتهم إن أنا ما أقولش لحد، والحمد لله أديني ما أقولش لحد. أيوه، أصلاً أنا كمان بشيلهم أي حاجة هم عايزينها، وحتى كمان الفلوس اللي هم عايزينها. إزاي ما تقوليليش يا هانم؟ أصل الحقيقة يعني وعدتهم إني مش هقول لحد. هديك كذبت، يعني إحنا الاتنين كذابين. لا أنا عايزة دي. بس فكر يا سمير، فكر هتعمل إيه؟ شفت يا هانم أنا نيتك واستهتارك وصلوا لإيه؟ أنا نيتي أنا يا بيه مهذب يا بتاع الحريم؟ أنا برضو اللي بلبس وهتزوق عشان أعجب الرجالة وناسي عيالي. بقى كده يا علي، أنا بتزوق عشان الرجالة وماله، فيها إيه؟ بس مخنطوني، حرام عليكو. أنتوا كده يا رجالة، ما حدش منكم عايز يتحمل المسؤولية أبدا، والأولاد الغلابة هم اللي مظلومين في النص. كفاية بقى، كفاية بقى، انتوا كده بتعقدوا الأمور مش بتحلوها. العيال كانوا عايشين معاها وما عرفتش تحافظ عليهم، أنا هاخدهم منك وغصب عنك يا إنجي وهحرمك منهم. لا يا علي، مش هتعرف تاخدهم مني، وأعلى ما في خيرك اركبوا. هتشوف أنا هعمل إيه. اقعد يا اخي، اقعد يا اشهد، اقعد. تعالى بس يا اخوانا، مش كده الحياه، الزوج والزوجه حد يشد التاني يرخي. شوف انا ورجاء، ايه هي ترخي انا اشد، انا اشد هي تفضل ترخي. سولي معي، سولي. الله، انتوا لسه ما قمتوش برضو؟ يا انتوا يا اولاد، يلا. سولي معي، النهار اسود بيكون علي عملها خد العيال. يا لهوي، ماشي علي، ماشي علي، حكلك كتير. اثبت يا علي، ما تتحركش. تمام يا فندم، مفيش حاجه جوه. يعني ما لقيتوش حاجه؟ طب يلا روح مع صاحبك على البوكس. مش حاجه جوه. يلا حصل اخوك على البوكس. خلاص يا حسين، البوكس اتملى. خلاص يا عيد، انا اسف يا حبيبي، اسف يا بابا. اسف ايه؟ اسف ايه؟ انا عايزه ولادي منه. ولادك مش موجودين في الشقه، وادينا قلبنا عليهم الشقه اهو. ده انت، ده انا همرمطك. ليه بس يا حسين؟ انا عملت ايه يا حسين؟ مش دي صاحبتك اللي بتوصيني عليها؟ ده انا هلفف الكعب داير على البلاغ الكاذب اللي انت عملتيه لي ده. يا سلام، انت بتهددني يا حسين؟ انا عايزه ولادي منه، ماليش دعوه. طب اهدي بس يا انجي، يعني هو علي هيخطفهم ليه؟ ايوه، لان هو هددني بنفسه امبارح وقال لي ان هو هياخدهم مني باي طريقه، حتى كانت ساعتها سمير ورجاء موجودين، لو مش مصدقني سالوهم. اسالهم فين دلوقتي؟ بس ما تسالهمش، بس انا بقى عندي الدليل، لان مفيش اي حد يقدر يدخل ويخرج من الشقه دي غير البيه، لان هو اللي معاه المفتاح. حتى انتوا اكيد ما شفتوش اي اثار عنف. ايوه ده حقيقي، مراتك طلعت ذكية أوي أهو علي، أما اللي كنت بتقولي عليها ليه كده؟ طليقتك من فضلك مش مراته. طب شوفوا الست الذكية دي بقى إدت المفتاح لمين؟ يا هانم، أنت إديتي المفتاح لأمي. أيوة، دي ست غريبة. وأبوكي. بس ده راجل كومل ومحترم. وأم هليش. دي اللي مربياني. وهليش اللي ما ترباش. بس ابن الست اللي مربياني. ورجاء. اعترض بقى على جوجو. وعيالنا مية وسولي. تصدق هي دي الغلطة؟ أنتوا بتتبرعوا بمفاتيح ولا إيه؟ فاضل مين في مصر معهوش نسخة من المفتاح؟ أنا الوحيدة اللي في مصر اللي معيش نسخة مفتاح. يا إنجي حرام عليك، ده أنا صاحبتك القديم ده أنت ما استخسرتيش فعليا. بس يا أبوكي. أها نسخة مفتاحك هي روحي، بس أنا نسيت أديها لك. معلش يا روح قلبي، ظلمتك يا حياتي. صح يا زلمة، معقولة نسيتي؟ أنا قلت برضه حبيبتي بس اوعي تضيعيها. يا روحي، ميرسي.
بص بقى يا امير، طالما انت جيت هنا بشكل رسمي انا بقدم برضه بلاغ رسمي في الهالم انها ضيعت عيالي اللي هم في حضانتها. حصل. حرام عليكم يا ناس، حرام عليكم، انتوا لسه هتقدموا بلاغات في بعض. حرام عليكم، حرام عليكم. شوفوا العيال المشرده فين دلوقتي يا حبايبي؟ يا ترى انتوا شبعانين ولا جعانين؟ عطشانين ولا مرتويين؟ بتبيعوا مناديل ولا حافيين؟ بردانين ولا متغطين؟ كاميليا، كاميليا، العيال يا حبيبتي ما بعملش اللي انت بتعمليه ده. اسكت يا انج، اسكت. يا ترى انت في انهي الشهر يا سول يا حبيبي؟ يا سول يا حبيبي كده اوفر يا كاميليا، اوفر. ولا انت يا مي بتشدي كلها تحت انهي كوبري؟ كلها في عينك بنتي متربيه. انا رايح ادور على عيالي. خدني معاك يا علي. يا حبيبي بس انت طلعتي جدعه يا كاميليا، خليتيهم ينزلوا يدوروا على اولادهم بنفسهم. ياسين. ايه يا حبيبتي؟ تعرف ان الفيو هنا حلو قوي؟ ما تاخدينا شقه على البحر زي اللي يا حسين. صدقي صح، وحشتنا يا كيمو. لا ما تقولش كده، مش وقت عيني. يا غلط، ده انا هنفخك. ليه بس يا حسين؟ راح مين المسقعه بتاعتي يا بنت؟ حاضر. تمام يا فندم. انت غطسان جوه كل ده بتعمل ايه؟ يا فندم انا جايب لك الكبيره. يا فندم انا فندم بحاسه الشمن العاليه اللي عندي اللي اقوى من الكلب البوليسي، توصلت لعلبه الكشري دي اثناء البحث. انا شاكك فيها يا فندم. ليه؟ شاكك تكون حمضانه. وريني كده. انت كيف كشري، كل وقول لي. بس ثانيه واحده بس. لا لازم تشوف. الله، ايه ده؟ ده حلو قوي. عجبك؟ حلو جدا. اجيب لك كماله؟ لا ابني الحلو. الحلو؟ آه. ده انا حرصت لك التلاجه فيها كريم كراميل وام علي وكل حاجه، ناخدها ونعمل ايه؟ بلاغ حلويات عندنا في القيس. اه. ايه اللي في ايدك ده؟ ده ايه لو ده نسيت؟ دي قنبله لقيتها يا فندم. امسك يا فندم. طب في بيتك، طب خد يا دكتور رفعالة. يا هو انا خبير مفرقعات؟ علي عسكري وانت ظابط. البيت ده حياته صح. يا رب ما تنفجر بصوت عالي، اصل بتضايق. ده باور بانك يا غبي. بنك ايه يا فندم؟ النهارده السبت البنوك كلها قافله. تصدق قال انت لزمك نسخه من المفتاح؟ ايوه يا فندم، انا عايز نسخه اجي ادور على العيال دي من اول النهار. بس مش مفتاح الشقه. امال مفتاح ايه؟ انت عايز مفتاح انجليزي على نافوخ. لا يا فندم، لو في مفتاح عربي ماشي اصلي في الانجليزي شويه شويه يعني بزك كده. ضيعتي عيالك يا انجي، انت السبب، ما عرفتيش تحافظي عليهم، كان كل همك نفسك وبس. ضيعت عيالك يا علي بسبب عندك وتصرعك، رميت المسؤولية من عليك لإنجي لوحدها. ردي علي، رد. أيوة حسين، لقيتوهم؟ لقوهم فين؟ لقوهم فين؟ طيب ما سبت السكة وهنكون عندكم. لقوهم فين يا علي؟ أنا أعرف كل حاجة هناك، يلا بينا. أي سولي كده يا حبايبي، كده تخدوا مامي عليكم بالشكل ده؟ منكم لله عليكم على شكل. عمي انت ايه اللي جابك هنا؟ الولاد دول لقيناهم في محطة السوبر جيت، وكانوا ناويين يسافروا لجدهم، ولما جبتهم هنا أصروا إن جدهم هو اللي يجي يستلمهم، وبما إني حويت وعارف العك اللي ما بينكم أنا وافقت إن جدهم يجي يستلمهم. والولاد حكوا لي على كل حاجة. لما انتم مش عارفين تتفاهموا حتى لو كنتم منفصلين ما تدخلوش الولاد بينكم، انا ممكن اخدهم يعيشوا معايا واعرف اربيهم كويس زي ما ربيتك يا ست انجي. ايوه جدو، احنا عايزين نروح معاك. ايوه احنا مش عايزين نرجع معاهم تاني. ماما أيوة. وبابي مش بيفكروا غير في نفسهم وبس. حقكم عليا، حقكم عليا يا حبايبي، معلش انا اسفه اسفه. خلاص خلاص انا وقالكم. عندك حق يا عمي، احنا فعلا انانيين جدا. معلش يا ولاد، اوعدكم ان من هنا ورايح مش هيبقى عندنا اهم منكم. ماشي، الظاهر ان انتوا اتعلمتوا الدرس كويس. انا هسافر انام في بيتي، بس مش هطمن الا لما الاولاد يكلموني ويقولوا لي ان انتوا انصلح حالكم فعلا. لا يا بابا، انت هتيجي تبات معانا. لا يا ست انجي، انت حباتي في حضن عيالك، ولو احتجت اي حاجه كلميني. وانت يا سعالي وصلهم وبخلي بالك من الاولاد. حاضر يا عم. انت ولاد ها زي ما اتفقنا. حاضر يا جدو. اي حد يزعلكم اوعوا تسيبوا البيت، اتصلوا بيا وانا جاي لكم حالا. ماشي. يلا سلام. حبيبي الله يسلمك. باي باي يا جدو، نقفل بقى المحضر.
المحضر اللي هانم متهماني فيه ده جده لسه ما مشيش. انا اسفه يا علي. انا اللي اسف، انا اللي مدبه كل شويه عكه. افهم من كده انكم نويتوا ترجعوا لبعض، يبقى نقفل المحضر. في ايه يا عم انت وانت بتتلكك؟ دي حاجه ودي حاجه. على ايه يا اختي؟ بتتلكي على ايه بلا ميله؟ انتوا تاني؟ خلاص يا انجي، علشان خاطر الولاد انا موافق نرجع نعيش مع بعض تاني، وموافق على اي شروط تقولي عليها. يعني ايه بقى نعيش مع بعض تاني؟ ازاي؟ انا هقول لك ازاي. انتوا في الشهور العد، فينفع تعيشوا مع بعض في شقه واحده بس يكون في بينكم محرم. انا موافق عشان خاطر المحرم، قصدي عشان خاطر الولاد. وانا كمان ما عنديش مانع علشان خاطر الولاد، بس الاول عندي شروط لازم تنفذها. يبقى مش هنقفل المحضر. تمام يا سعاده الباشا. انت ايه اللي جابك يخرب بيتك؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو يا سعاده الباشا. انا يا فندم بحس الامن العالي ادي توصل للمكان اللي مستخبي فيه ومختفين فيه الاطفال دول. فين يا ترى؟ في الصعيد يا باشا، عند مطارد الجبل. عند مطارد الجبل الاطفال دول؟ ايوه باشا الاطفال دول. في الجبل عند المطاريد. ها؟ ايوه باشا. معلش حضرتك، العيال دول؟ ايوه هانم، ده انا شايفهم بعيني اللي هياكلوا من دول ده. في مطاريد الجبل. في مطاريد الجبل. دول يعني؟ دول يعني؟ اللي واقفين هنا. هنا دول. اكيد مش دول. لا فندم.